السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وفيديو النهاردة لذيذ جدا وسهل وبسيط، ومكوناته موجودة عندنا في كل بيت، تعمل في دقايق معدودة جدا جدا، ولو ادخل لكم اي ضيوف كده هتقدروا تعملوها بسهولة جدا. حاجة حلوة تشرفكم قدام ضيوفكم، طعمها حلو تتبسطوا بيها كعيلة. ان شاء الله هنقدم مع بعض البوجاتسا، هي وصفة يوناني بنستخدم فيها الجلاش، وبتكون سهلة جدا جدا ومكوناتها عندنا. ويلا بينا نشوف المكونات وطريقة التحضير مع بعض. اول حاجة بنحتاج لفتين من الجلاش، انا بحطهم في فوطة كده علشان يفضلوا طريين وما ينشفوش مننا خلال فترة التحضير، على ما نجهز المكونات بتاعت الوصفة بتاعتنا. بنحتاج معلقتين كبار من النشا ومعلقتين كبار من الدقيق، حوالي 40 جرام هما الاثنين. الدقيق بيدي طعم حلو اكتر من النشا، فعشان كده بستخدم الدقيق. بنحتاج نص كوباية من الزبدة، ومش بنستخدمها كلها كمان، نص كوباية من السكر، واربع بيضات، ونص معلقة من الفانيليا. الزبدة انا دوبتها بس ما خليتهاش تغلي، دوبتها كده على النار وسبتها في جنب. هنحتاج هنا بقى كيلو من الحليب، انا غليته وسبته لما هدي علشان هنحط عليه البيض، وانا مش عايزه البيض بتاعي يستوي، مجرد ما هنحط البيض هيتسلق او هيتقلي يعني مع اللبن بتاعنا. سبت اللبن او الحليب زي ما بتقولوا، طب حطيت عليه السكر، سبته لما هدي وحطيت عليه السكر، حط عليه بقى هنا النشا والدقيق، وهنقلبهم كويس جدا مع بعض لحد لما يدوب. مجرد ما هيدوبوا مع بعض هنيجي بقى ناخد البيض بتاعنا والفانيليا. الفانيليا بتدي نكهة حلوة جدا جدا للكريمة اللي احنا هنعملها الحشو للجلاش. ممكن تستخدموا فانيليا سائلة، الفانيليا السائلة برضو ليها نكهة بتاعتها، بتكون قوية شوية كمان وطعمها بيكون احلى بكتير. بنحتاج هنا نقلب بسرعة جدا علشان البيض بتاعنا ما يستويش مع اللبن، ونكون سريعين في ايدينا ونحط شوية شوية من البيض علشان نخلطهم كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. دي اول حاجه وجهزناها، مش هنرفعها على النار، هنسيبها كده على جنب. وهنجهز الاول الجلاش بتاعنا. اول حاجه بنجيب القالب اللي احنا هنستخدم فيه او الصينيه اللي احنا هنحط فيها الجلاش، وبندهنها بالزبده. كل ده من نص الكوبايه اللي احنا هنحتاجه هنستخدمه، مش هنستخدم ازيد منه، بالعكس احنا هنستخدم شويه اقل كمان، مش كل الكميه. وبنجيب لفة الجلاش، يعني لو عندك كده لفتين جلاش في الفريزر متكسروا وتفرفتوا، الوصفة دي هتستغل فيها اي حاجة، يعني مش ترمي فيها الجلاش المتكسر ولا الجلاش المتفرفت، الحاجات دي كلها هتستخدميها هنا. بتكرمشي الورقة بتاعت الجلاش وتحطيها كده زي ما انتوا شايفين في الصينية بتاعتكو. هي الوصفة بتتقدم بالشكل ده، بتكون مكرمشة وملخبطة شوية كده، وشكلها بيكون لذيذ جدا وحلو. بنكرمش كل لفة الجلاش بالشكل ده في الصينية، وهي يدوب بتاخد الصينية كلها. وبعدين بندهن الوش بتاعها بشوية من الزبدة، يعني ما بدهنش كل ورقة لوحدها. وبعدين بندخلها الفرن تاخد لون حلو كده وجميل من فوق، بس انا مش عايزة اسويها من تحت، انا لسه هولع عليها تاني لما احط لها الكريمة. بعد ما ندخلها الفرن هنرفع بقى الكريمة بتاعتنا اللي احنا جهزناها في البداية مع بعض على النار، وهنفضل نقلب فيها كده لحد لما نحصل على قوام سميك شوية، وفي نفس الوقت مش سميك قوي ولا خفيف قوي، لا قوام حلو ومناسب كده ان احنا يكون طري جوه الجلاش بتاعنا. ومجرد ما بيتقل شوية بنزل عليه بمعلقة واحدة من الزبدة، بتدي طعم حلو جدا وبتخلي الكريمة طعمها اغنى. ممكن تحط قشرة كمان هتديكوا طعم احلى واحلى. ده كده قوام الكريمه، لو سيبناه يبرد شويه هنلاقيه تقل اكتر من كده. وده شكل كمان الجلاش، بيكون مقرمش جدا جدا من فوق، وطبعا لسه ما سويناهوش من تحت علشان لما ندخل نخلص باقي كميه الجلاش اللي باقيه معانا ونجهز الصينيه بتاعتنا نولع عليه من تحت، فنسوي كل الصينيه وبصب عليها الكريمه بالشكل ده. حقيقي بتكون طعمها حلو جدا وطعمها مختلف عن اي وصفه احنا جربناها قبل كده. حطينا الكريمه، وبعدين هنجيب بقى لفه الجلاش التانية، احنا قلنا هنستخدم 2 لفه جلاش، وبرده بكرمشها بالشكل ده زي ما عملنا في المره الاولانيه، وبحطها على الوش. تقدروا تستخدموها بطريقه تانية، وهي ان انتوا تحطوا نص
رقه من رقات الولاش في الصينيه، وتفضلوا تلفوا الصينيه كلها انصاص كده، وتخلوا النص بره الصينيه، وفي الاخر تحطوا الكريمه وتقفلوا كل طبقات الجلاش اللي انتوا خليتوها، وبرده بتبقى شكلها حلو وجميل. كده خلصنا كل طبقه الجلاش اللي فوق، بدهن بقى بالزبده اللي احنا دوبناها وش الصينيه علشان تاخد لون حلو، وبدخلها الفرن على درجة حرارة 180 ربع ساعة، ومجرد ما تاخد لون من تحت افتح عليها الشواية علشان تاخد كمان لون من فوق. اهم حاجة بس اننا ندهن الزبدة بتاعتنا كويس على كل الوش علشان برضو يبقى فيها مادة دهنية وتكون لونها حلو اوي. بس كده هنروح ندخلها الفرن ونرجع مع بعض. وده شكل الصينية بتاعتنا بعد ما بخرجها من الفرن، الريحة بتاعتها فظيعة بجد، ريحتها حلوة جدا جدا، وكمان شكلها مغري وحلو قوي، هتعجبكم جدا، فانتوا لازم تجربوها. النهاردة هقدمها بالطريقة التقليدية اللي هما بيقدموها بيها، هما بيستخدموا السكر الباودر في الوش لان احنا مش مستخدمين سكر خالص غير جوه الكريمة، وهي دي الطريقة التقليدية اللي بيقدموها بيها في اليونان، اسمها البوغاتسا او البوغاتسا زي ما بيسموها، بينطقوها على حسب المكان. يلا نقدمها مع بعض. سبتكم تسمعوا صوت القرمشة عشان تحسوا قد ايه هي بجد كانت حلوة وطعمها بجد خطير، وكمان شكلها رائع جدا، سهلة وبسيطة ومش بتاخد وقت، وقتها كله حوالي تلت ساعة بالظبط، يمكن اقل كمان، انا بس عشان كنت بصور فهي اخدت مني شوية وقت دولت. لكن هي وصفة سهلة جدا وبسيطة، مكوناتها بسيطة يعني تعتبر اقتصادية، تقدروا تحضروها في اي وقت جايلكوا فيه ضيوف كده في السريع، حاجة بسيطة وكمان لذيذة. متنسوش لو عجبتكم الوصفة بتاعتنا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات، تعملوا شير للفيديو ده كتير جدا، واشوفكم في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.